هناك نقاش مهم حول الأفق، كيفاش يمكن يعني السنة كيفاش غتسمو، كيفاش يعني شنو أهم الخطوط ديال الميزانية. اليوم كنشتغلوا بمفهوم جديد، نشتغلوا بمنظور اللي هو عنده إبداع وابتكار. فالميزانية حاولنا نشوفوا ما هو الشق الاجتماعي والشق الاقتصادي والشق الثقافي وما هو الشق البيئي. هذا المشروع كذلك مجي في واحد الظرفية اللي هي صعبة، ملي كنقولوا الظرفية اقتصادية على الصعيد الدولي ولا الصعيد الوطني، فحاولنا باش تكون هناك حكمة او ملي كنقولوا الحكمة تكون الحكمة لا غوفيرنونس في التدبير ديال الميزانية. فحاولنا نلمسوا اهم يعني المشاكل كذلك القطاعية اللي فيها إكراهات. اليوم كنهضروا على الماء، فكان هناك إشكالية الماء واللي حاول المساهمة ديال المجلس في هذه الميزانية ديال 2023. كذلك حاولت هناك رؤية واحدة أخرى مختلفة على ما جاء به مثلا المجلس السابق، واليوم اللي بغينا نبينوا فيه هناك كانوا بعض البرامج مندمجة اللي تصوتت عليها في واحد الظرفية اللي كانت ظرفية خاصة، اليوم ظرفية واحدة أخرى. دونك اليوم الحمد لله المجلس الجهة كيربح أحد الرهان هو إلغاء بعض اتفاقيات ما. وانا احيي كل الفرق السياسيين اللي اليوم كلهم كانوا داعمين اساسيين في هذا الاطار هذا، يعني كلهم كانوا متوافقين باش نزولوا هذه الاتفاقيه باش نربح 1,440,000,000 ديال الدرهم لمجلس الجهه اللي غيخصها في هذه السنوات المقبله المجال يعني المجالات اللي هي عندها اكراهات او كذلك بعض المشاريع الكبرى والمشاريع اللي غتعود النفع ان شاء الله للجهه ديالنا ككل. وكان الدعم اساسي لهذوك الناس اللي تصابوا بالحرائق بالنسبة للمنازل ديالهم، وحاولنا نواكبوهم. اليوم واللي كاين التنزيل ديالهم كاين إصلاحات ديال المنازل ديالهم، وهذا شيء جميل. علاش؟ كانت اتفاقيات إطار اللي وقعناها أمام رئيس الحكومة وبعض القطاعات الحيوية أو القطاعات ديال قطاع الفلاحة والقطاع ديال التعمير وكذلك نحن. واليوم واخا اشتغلنا في الظروف اللي كإكراهات في جوي، ولكن الحمد لله كان التصويت ديال هذه النقطة هذه اللي زاد إخوان زاد عزوها، وكانوا يعني كلهم كيصبوا بان اليوم هذه التفاته مهمه، وهذا هو العمل الجبار اللي كيقوم به هذا المجلس. شكرا.